أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعرض منزل وزير الدفاع بالحكومة المقترحة مهدي البرغتي الجمعة لهجوم من قبل مسلحين مجهولين. أفاد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في تصريحات صحفية أن الحادثة وقعت الساعة 4:30 فجر الجمعة حين رمى مسلحون قذيفة على المنزل الكائن بمنطقة جنزور غرب طرابلس، ولم تسفر عن إصابة أي أحد من أفراد أسرة البرغتي التي كانت موجودة معه في المنزل، مضيفا أن المسلحين كانوا يستقلون 3 سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار. تسلم وزير خارجية حكومة الوفاق المقترحة محمد سيالة في ألمانيا الخميس شهادة من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفيد بتخلص ليبيا من الأسلحة الكيميائية من الفئة الأولى، وقدرت كميتها ب 26,345 طنا وأكثر من 1,000,000 طن من الفئة الثانية. انضمت ليبيا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 5 فبراير 2004، وفي 6 مارس 2006 أعلن عن الانتهاء من تفكيك معدات مصنع الرابطة ذات الطابع الخصوصي الذي قد يستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية. شدد أعضاء بمجلس النواب المنحل والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الخميس على ضرورة الاستفتاء على المشروع، مؤكدين على ضرورة نزاهة العملية عبر الإشراف المحلي ومراقبة المنظمات الدولية المحايدة لها. وأوصى عدد من أعضاء البرلمان المنحل وتأسيسية الدستور بضرورة أن تكون الانتخابات القادمة مسبوقة بالاستفتاء على المشروع لضمان وحدة البلاد وفق البيان. ويأتي البيان عقب اجتماع 26 عضوا بمجلس البرلمان المنحل والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العاصمة التونسية. قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها إن الرئيس الباجي قايد السبسي التقى الجمعة بقصر قرطاج بالعاصمة جيفري فيلتمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية مرفوقا بغسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا. ونوه فيلتمن بالجهود التي تقوم بها تونس لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة فيها، وأثنى على دعم تونس القوي لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا. عبر الباجي قايد السبسي عن التزام تونس بمواصلة دعم الحل السياسي في ليبيا ومساندتها لجهود الأمم المتحدة ولخطة مبعوثها الأممي واستعدادها لمزيد التعاون والتشاور مع بعثة الأمم المتحدة. إلى هنا مشاهدينا يكون هذا الموجز قد انتهى، قدمناه لكم من قناة التناصح، دمتم في أمان الله.